السلام عليكم. الفيلم ديالنا كيبدا مع شون اللي كان مقطوع من شجره ومغرب. الخدمه ديالو هي كيبيع الكتب القدام باش يدبر على راسه. فاش خرج من المحطه لقى واحد البلاصه خاويه وفرش فيها الكتوبه باش يبيعهم، وبدا كيجي عنده بنادم شويه بشويه. ما كان كيبيع لواحد الدريه شو عنده ثلاثه الشفاره وبغاو يديو ليه ديالو. نوض معهم وسلخوا مسا وختا ما كانش كيترين، وما كان فاتن معهم غادي يطيح الفلوس وداها ليه واحد البروش. شويه جو البوليس وشون غادي يبرد في حاله وغادي يبقى فيه الحال حيت مشى ليه كلشي داكشي ديالو. الغد ليه شون مشى لواحد المحل كيبيع المظلات وطلب مولاه باش يعطيهم ليه يعاود فيهم البيع. دخل المحل وهزهم وجبد ليه 100 دولار اللي بقات عنده في جيبه وغادي يمشي. بدات كتصب الشتا وشون مشى يتخبى حدا واحد الريستو. شويه بان ليه خونا اللي كان مع الشفاره اللي الدولي ديالو، وبان ليه حتى البروش اللي كان هز ليه فلوسه. دخل عندهم الريستو وقال ليه جبد ليه فلوس اللي ديتي ليا، وكان باغي يضربه. خونا كالما شون وقال ليه هاك ها فلوسك اللي دوليك. شون نشط وخرج في حالاته وغادي تبع خونا وقال لي انا سميتني هارفي، وقال لي انا خدام كنظم الكومبات ديال الزناقي. كنت شفتك نهار جمعوا ليك الدراري كيفاش درتي ليهم، واقترح ليه لما في الفرقه ديالو والا ربح الماتش غادي يدي 5000 دولار. وقال لي هارفي راه عندك موهبه في الكومبات وتقدر بهم تدبر على راسك. شون ما كانش باغي في الديبار، ولكن بانت ليه باللي هذه هي الفرصه ديالو باش يخرج من التحنسيره اللي عايش فيها. الغد لي شون تلاقى بهارفي ودا عند واحد الجوج كينظموا الكومبات، دوا معاهم وقيدوه في الكومبا. شون مشى يبات في واحد ستاسيون وغادي يوصلوا ميساج مع هارفي قال لي راه الكومبا ديالك غدا على 5000 دولار. الغد لي مشى شون عند هارفي وقال لي واش هادشي بصح غناخد 5000 دولار؟ وقال لي هارفي اه. طلع معاهم الطوموبيل وكانوا راكبين الشفاره اللي تفاتن معاهم وكاملين كانوا خدامين مع هارفي. مشاو لبلاصه الكومبا وكانت في واحد الدار كبيره وكانت عامره ببنادم. شون حيت ما كانش عنده ما الزحمه كان مستريس شويه. بدا الكومبا وخونا كان مركز مزيان، شبع في شون اسا ضربه ورا الاخرى. شون جهر عليه وغادي يدفعو حتى غادي يلصق من واحد لافابو وطاح كاو وقدر يربح 5000 دولار. جرو هارفي وقال ليه برافو عليك حيت هادي غير البديه. وجا عند المنظم وقال ليه الدري غادي يمشي بعيد، وعرض عليهم لواحد نايت كلوب احتفلوا بالربح. فاش مشاو للنايت كلوب تلاقاو بمارتينيز وكان اكبر منظم ديال الكومبات. تعرف على شون وبارك ليه الربح ديالو. شويه شون بانت ليه واحد الدريه ومشى كيجري عندها، وكانت هي البنت اللي شرات من عند الكتوبه نهار هجموا عليه الشفاره، وكانت سميتها زولاي وخدامه في النايت كلوب. قال لها سمحي لي ذاك النهار حيت مشات لك فلوسك بسببي، وكان باغي يعوضها وقالت ليه هانيه مره اخرى. فاش رجع شون يريح مع هارفي جا عنده ايفان، وكان شون كيعرفه قبل، وهذا ايفان كان مقاتل مشهور وشبعان تبعصيص. بدا كيطيح بشون قدام بنادم. شون ما عجبوش الحال وناض خرج في حاله وحاول هارفي كالميه، ولكن شون مشى كاعي. لغد لي شون كان ناعس في الكرسي ديال الجرده. جا عنده هارفي وقال لي واش كنتي بيت هنا؟ شون بغى يكذب عليه ولكن هارفي عاقبه وقال لي يلا معايا للدار غادي نعطيك بيت تسكن فيه حتى تدبر على راسك. ملي مشاو للدار هارفي قال لشون راه عندك ماتش غدا وغادي يكون على 10000 دولار، ولكن غيكون ضدك واحد خونا مقدر. شون قال لي انا واجد حيت خاصني الفلوس. وصل وقت الكومبا ومشاو ليها. دخلوا لواحد السيكتور فيه بنادم مشرمل وكل شيء واشم، وكانت القضيه بلان بالبشر. بدات كومبا وشون طيحو وبدا كيضرب فيه، ولكن داك خونا حيت كان صحيح حكم شون وقجو. الدري اللي خدام مع هارفي غادي يركل خونا من اللور، طلق من شون وتبعو، وشون غادي يجرم وراه وترونات القضيه. هارفي بان ليه واحد الفردي طاح في الارض، هزو غادي يدخل يكاليبي على شون، وخرجوا كيجريو من تماك حيت خافوا طرا ليهم شي حاجه. فاش غادي يوصلوا شون سول هارفي على 10000 دولار وقال لي راه تلغات وراك شفتي شنو طرا. شون غادي يبقى فيه الحال حيت كان واقف على الفلوس. لغد لي شون تلاقى بزولاي حدا النايت كلوب وعرض عليها القهوه تغدى معاه، وختها ما كانش عندها وقت كثير مشات معاه. بدا مجمع معاها وعرف باللي زولاي عندها بنت صغيره وراجلها كان مات شحال هذا. شويه داز واحد السيد كيبيع النونوسات وناض شون كيجري وشرى لبنته واحد النونوس وفرحات زولاي. فاش رجع للدار لقى هارفي وقال لي راه كاين واحد الماتش على 30000 دولار، ولكن خاص تكون متريني حيت اخر مره فاش قشتك خونا ما جبنيش الحال. شويه شون قال لي راه مارتينيز هو معايا. هارفي ما حملوش يقول لي مارتينيز وبان لي بحال اللي باغي يبدلو، وقال لي انا دخلت لك لداري ودبرت عليك، يلا جمع لي حوايجك وخرج عليا من هنا. شون ريح في الدروج حيت ما بغاش يبدلو بمارتينيز. فاش خرج هارفي لقاه جالس وبقى فيه وقال لي راني غادي ننظم لك الماتش، ولكن واعدني تربح حيت هاد خونا راه قاسح والقضيه فيها 30000 دولار. شون غادي يوافق وقال ليه ما تخافش. وصلنا للكومبا ومشاو ليها، وكانت في واحد القصر كبير. مع الدخله كان مارتينيز مريح وكان حداه واحد الشينوي. ملي جا يشوف شون ضد من لاعب كان واحد الشينوي خطير في كونغ فو. بدا الماتش وكان الشينوي خفيف وخشى شون شحال من ضربه خايبه،
وشون كيرد عليه حتى هو، وهاد لقيت حكم الشينوي وشون بقى كيقاوم فيه حتى غادي يهزو الفوق وخبطو مع الارض، وغادي تلاح عليه وحكمو من عنقو حتى غادي يغيب وربح الماتش. هارفي غادي نشط هو وصحابو، ومارتينيز كاع حيت كان مقمر على الشينوي، كراو واحد الطوموبيل مفرقعه ومشاو للنايت كلوب يحتفلوا. شويه جا ايفان وبدا كيتنمر عليه وسب ليه والدي، شون تفاتن معاه ولكن جات زولاي وفكاتو. ملي مشى للدار بغى فلوس الربح ديالو وعطاهم ليه هارفي. شون غادي نشط حيت اخيرا بدا كيوصل لك الشيء اللي كان باغي، وقال لهارفي حاول تدبر لي في شي ماتش يكون كبير وانا راني موجود. هارفي مشى عند مارتينيز وصحابو وقال لهم بغينا شي ماتش يكون كبير، واقترحوا عليه اكبر ماتش بجوج المليون ديال الدولار وغادي يكون ضد ايفان. هارفي رجع للدار وقال لشون يلا نضربوا دويره حيت باغي نهضر معاك. خرجوا يتمشاو وقال لي راني قاديت ليك واحد الماتش كبير بجوج المليون ديال الدولار وغادي يكون ضد ايفان. شون نشط حيت هذه الفرصه ديالو باش ينتقم منه ومن داكشي اللي كيدير ليه قدام بنادم. هارفي قال لي ولكن انا غادي نقمر على ايفان حيت هو عنده تجربه عليك وما غاديش نخسر فلوسي. شون كاع حيت حقرو وطيح بيه وقال لي انا غادي نربح هذا الماتش وغادي نبين لك. مشى شون كاعي حيت هارفي ما تيقش فيه. الغد لي غادي يرجع عنده وقال لي واش الماتش مازال كاين. هارفي قال لي مازال كاين واش موافق نقمر ضدك. شون قال لي دبر راسك، المهم داكشي اللي غادي تربح نص بالنص. مشى هارفي وبدا كيجمع في الفلوس الماتش مع كاع الناس اللي مقمرين، وعطاو لزولاي اللي داتها للمنظم. وصل وقت الماتش وكان في واحد العماره كبيره وكانت عامره بصحاب اللاغه. قبل ما يبدا الماتش ضد ايفان المنظم قال لهم ما كاين لا قوانين لا والو واي حاجه مسموح بها. بدات الكومبا وكان شون جاهر عليه، عطاه واحد الضربه راه فاتو وناض لي ايفان وبقاو منوضينا حتى غادي يدخلوا للدار الداخل، وداك تقول ماتيريال ديال الدار وحتى الجاج تهرس وكان الماتش متساوي بيناتهم. شويه ايفان غادي يقشطو ولكن شون قدر يفلت منه وغادي يطيحو وبدا كيملخ فيه حتى جاب الكاو. شون ربح الماتش وهارفي كاع حيت خسر فلوسه. مشاو للدار وقال لي شون غادي نتحولوا انا وزولاي من هنا. هارفي كان كاعي حيت غيمشي عليه شون وخسر كل شيء. شون بدا كيضحك وقال لي ملي عطيت الفلوس لزولاي باش تمدها للمنظم قلت لها قمر عليا بفلوس هارفي، وبهذا البلان هارفي ما مشاتش ليه فلوسه وربح مليون دولار وغادي يفرح بزاف. وقال لي صدمتيني بهذا الجيست اللي درتي معايا. وقال لي شون يلا مانا وغادي وافق هارفي ومشاو بثلاثه. وهكذا سالات القصه ديالنا. الا كنت انت ولا انت اول مره كتشوفوني هبطوا اشتركوا معي في قناه ديال اليوتيوب وفعلوا الجرس، ما تنسوش البارتاج، تسنوني في قصه جديده. السلام عليكم.